الحقيقة أنا متوقف قوي قدام يوم 28 إبريل 2013، ومتوقف قوي أمام شحنة الأمل اللي ادهلنا الفريق أول على فتاح سيسي في هذا الوقت، واللي خلت واحد زي محمد فؤاد يعيط، واللي خلت الناس والله خرجنا يومها من جوه هذا اللقاء وإحنا عندنا أمل. إزاي ما تعرف؟ كنا عايشين في حال الظلام، نفق مظلم، طلعنا عندنا أمل. يا ريت تشوفوا لي الحتة بتاعت محمد فؤاد نسترجعها مرة أخرى. طب أتنون. نعم. الشهيد إبراهيم فؤاد بيقول لك خلي بالك من مصر يا فندم. أنا عايز أقول لكم إن خلي بالكم مصر محفوظة بالمصريين، بالمصريين، أيوة بالمصريين، لازم تكونوا عارفين كده، وإحنا جزء من المصريين. آخر كلمة هقولها لكم. نعم. مصر محفوظة برعاية الله ومحفوظة بالمصريين زي ما قال السيد الرئيس. بالفعل احنا بلد لما بنتوحد نستطيع ان نقهر المستحيل. ارجع معاكم مرة تانية لما رحنا دهشور في شهر مايو، اظن في مايو 2013، كان في تفتيش حرب على الفرقة التاسعة مدرعات، كان نفس الكلام. احمد بدير يومها هتف الجيش والشعب حاجة واحدة، ورحنا كلنا نغني لمصر وسط الضباط والجنود. في اليوم ده القائد العام عبد الفتاح السيسي قال كلمة لو استوعبوها ما كانش حصل أشياء كثيرة. قال هذا الجيش نار لا تلعبوا به ولا تلعبوا معه، لكنه ليس نارا على أهله، ولذلك لابد من صيغة للتفاهم بيننا. الكلام ده قاله في مايو 2013. بعض الناس قال لك إيه، لا ده الجيش تخلى عن الشعب، نسيوا أني مش عارف إيه. انتوا نسيتوا ان الجيش هو جزء من الشعب. ده انا فاكر في اليوم ده كنا بعد ما خلصنا التفتيش الحرب جايين في باص مع السيد فريق صدق صبحي، كان ايام رئيس اركان، و يعني انا كنت بقول له يا فندم يعني هتسيبونا لغايه امتى؟ قال احنا مع الشرعيه. مرت الايام وكنا في فرح يمكن من سنوات قليله يعني، واحنا قاعدين في فرح انا قاعد جنب سيادته، فقال لي مصطفى انت في يوم من الايام سالتني هتتحركوا امتى؟ قلت لك اه يا فندم. قال لي انا قلت لك ايه؟ قلت له احنا مع الشرعيه. قال لي الشرعيه هي شرعيه الشعب عندما يتجاوز الحكام. الكلام ده الناس دي فاهمه كويس قوي بتعمل ايه، وفاهمه انحيازها الحقيقي بتعمل ايه. فلما رحنا تفتيش الحرب طلع خالد الأزاز كان مستشار مرسي للشؤون الخارجية افتكر في الوقت ده، وقال ان المصريين عشان يوريكم كانوا رايحين فين، قال ان المصريين اللي بيقاتلوا في سوريا من حقهم المشاركة في القتال وحرية السفر مفتوحة لكل المصريين اللي هيروحوا يقاتلوا. وقال كمان ان رئاسة الجمهورية ترى ان من يقاتلون في سوريا لا يهددون امن مصر. يا سلام. جيشكم العظيم كان غاضب وتكلم، طلع مصدر عسكري ورد. لكن الأخطر كان يوم 15 يونيو لما مكتب الإرشاد جمع حوالي 20,000 من المتشددين والإرهابيين وأنصار جماعة المحظورة وأعضائها وغيره، مؤتمر اللي عملوه نصرة سوريا اللي كان في الصالة المغطاة واللي كان فيه يوسف القرضاوي ومحمد عبد المقصود وغيرهم كتير. كانت شعار مطروح ايه؟ زنجة زنجة دار دار بكرة ندوسك يا بشار، يعني داخلين الحرب. لما مرسي ردد ان الجيش المصري لن يبقى متفرجا على ما يجرى في سوريا على التو وعلى الفور، طلع بيان عسكري من القيادة العامة، ولكن طلع باسم بيان عسكري، قال ان جيش مصر لن يكون طرفا في الصراع الدائر في سوريا، وان القوات المسلحة لن ترسل اي قوات لمساندة المعارضة السورية. أنا متذكر في الوقت ده
والله كنا بنزور ياسر رزق، كان الله يرحمه كان تعبان في مستشفى السلام، وبعد ما زورنا نازل انا وسياده اللواء عباس كامل والعقيد احمد محمد علي،